ولتحليل أبرز ما جاء في الأسواق العالمية ينضم إلينا عبر زوم من دبي أستاذ فادي رياض، كبير استراتيجي الأسواق في مونيتا ماركتس. مرحبا بكم على قناة أثري ببرنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا فيك إنجي وفيكم، وشكرا على الاستضافة. أهلا بك أستاذ فادي. يعني أبدأ مع حضرتك بالإضطرابات والتوترات التي تطال غالبية الأسواق. تابعنا هذا الأسبوع تراجعات حادة، أيضا بعض الأسواق استعادت عافيتها. ماذا يحدث أستاذ فادي؟ أيضا ما هي أسباب تلك الإضطرابات في الأسواق المالية في شتى دول العالم؟ هلا نشرح باختصار شديد ما حدث. طبعا الحدث أولا بلش من يوم الجمعة الماضي من البيانات الاقتصادية السلبية اللي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية. الآن هاي البيانات شو اللي صار بالنسبة للأسواق أو ما سعرت الأسواق؟ الأسواق بلشت تسعر في مخاوف للركود بأن يحدث هناك في هناك إشارات معينة بناء على البيانات اللي شفناها. يعني بتعطي indications أو إشارات معينة بأنه إحنا رايحين إلى يعني إلى مرحلة من الركود في منطقة اليورو بشكل عام، في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المناطق الآسيوية بشكل عام، في العالم كله. وبالتالي هذا الموضوع انعكس بالنسبة للأسواق بشكل، عشان هيك شفنا في هناك سيل أوف قوي جدا، وعمليات بيع صارت على الأسواق في خلال جلسة يوم الاثنين صباحا. الآن ما حصل بالنسبة لهذا الموضوع، خلينا نكون واقعيين وسبجكتيف شوي في تحليلنا للأمور. هذا ما كان يرغب فيه الفيدرالي وما كانت ترغب فيه البنوك المركزية، بأنه تقوم في هناك بإبقاء أسعار الفائدة على المعدلات أو ما يعرف ب longer، يعني إبقاء معدلات الفائدة على مستويات عالية لأطول من اللازم، اللي هو higher for longer. عفوا higher for longer أدى بأنه يتشرب الاقتصاد كل أسعار الفوائد اللي بقت على مستويات عالية عند أعلى مستوياتها فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي شفنا أنه وصلت البيانات عند الريد زون، عند المناطق الحمراء، فيما يتعلق طبعا ببيانات البطالة اللي وصلت عند 4.3 واللي هي مناطق خطر بالنسبة للفيدرالي. وبالتالي صار في هناك السيل أوف بانيك. أنا من وجهة نظري وبتصوري، خلينا نكون واقعيين بأنه ما يحدث أو ما سيحدث من قبل الفيدرالي بعيدا عن الإشاعات، ذكرنا وكنا سباقين في هذا الموضوع، تحدثنا أنا وياك إنجي أنا وحضرتك قبلا، بأنه أنا من وجهة نظري راح نكون في هناك خفضين بالنسبة لأسعار الفائدة، مرة في شهر سبتمبر ومرة في شهر ديسمبر. أنا صحيح. أتوقع بعيدا عن التكهنات في الأسواق بأنه نكون في هناك 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، عكس ما يروج له بأنه ممكن الفيدرالي يندفع لأنه يخفض الفائدة ب 50 نقطة أساس. أنا تصوري بأنه ممكن نشوف في اجتماع سبتمبر 25 نقطة أساس و 50 نقطة أساس إذا ما احتاج الموضوع. أستاذ فادي، هل بيانات تفضل. نعم، هل بيانات البطالة الأمريكية مقلقة للغاية كما وصفها؟ نعم، لأنه مثل ما ذكرت لك إنجي من يعني من دقائق، بأنه وصلت إلى الريد زون مستويات البطالة، من يعني عند مستويات 4.3 تعتبر مستويات خطر بالنسبة للفدرالي الأمريكي، وبالتالي حتى بالنسبة للأسواق من الهيستوري أو من التاريخ. وبالتالي يجب التعامل معها ويتم التعامل معها بأخذها بأنها هي واحدة من الإشارات اللي ممكن تؤدي إلى ركود. الآن النقطة الرئيسية اللي أنا حابب أحكيها هون، ليش شفنا في ريكفري في الأسواق أو ليش شفنا في هناك تعافي بالأسواق؟ لأنه مثل ما ذكر والر أحد أعضاء الفيدرالي، ذكر سابقا طبعا، بأنه ليس من الحكمة أو ليس من العقل بأنه إحنا نحكم على شغلة معينة، توجه معين بناء على قراءة واحدة. ما شهدناه هي قراءة واحدة، وبالتالي تم مغالاة في هذا الموضوع في خلال أقل من 15 ثانية. أعطي مثال بسيط، قبل فترة لما أوبيك بلس عملت قرارها، أصدرت القرار، الأسواق عملت أو سعرت الموضوع بطريقة سلبية. شفنا هبوط على الخام الخفيف من مستويات 83 إلى مستويات 71، ومن بعدها رجع في ريكفري كامل. فليست الأسواق على حق بشكل مطلق، وبالتالي هذا اللي شفناه، عشان هيك بلشنا نشوف عملية تعافي موجودة على الأسواق. نعم، يعني حضرتك أستاذ فادي قلت العالم مقبل على ركود، نقول ركود ولا بمعنى أصح ركود تضخمي، أم أنه مجرد تباطؤ في الاقتصادات خاصة في أمريكا؟ هلا انا فيما يتعلق بموضوع الركود لنكون واضحين، لا انا ولا اي احد من البنوك الاستثماريه الكبرى في العالم ولا المحللين قد يجزم بانه احنا رايحين على ركود. يعني اذا بتلاحظي انجي بانه
حتى لما البنوك الاستثماريه بدها تيجي تعطي احتمالات فيما يتعلق بمساله الركود، بتعطي احتمالات لا تزيد عن 25%، مثل مثلا على سبيل المثال نعطي جولدمان ساكس. ليش؟ لانه بالتالي هذا الموضوع الركود بالنسبه، اذا بنيجي نحكي للمستمعين، الركود ليس حدث بيدخل بيخبط على الباب وبيدخل في وقت معين وبيخرج في وقت معين. بيجي فجاه. الركود بيجي، نعم بيجي تقريبا بنشوف او بنبلش نشعر بانه احنا في مرحله من الركود بناء على البيانات الاقتصاديه واحنا جواه، وبالتالي هذا الموضوع ممكن انه يتم التاكد منه او يتم استدلاله بناء على بيانات اقتصاديه بعد 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور. ليش حكيت 3 شهور 6 شهور؟ بناء على قراءتين من الجي دي بي، من بيانات الناتج المحلي الاجمالي. على ذكر تحليل حضرتك أستاذ فادي، هل الوقت مناسب للاستثمار في الأسهم الأمريكية؟ وأيضاً أين توجد الفرص بوجهة نظرك؟ في نقطتين هنا ممكن نحكيهم إنجي مهمات، وطبعاً شكراً على السؤال الحلو. شكراً لحضرتك. أولاً فيما يتعلق طبعاً بتوقيت النقطة هنا اللي بدنا نحكيها في النقطة البداية، من بداية العام أو حتى بعد نهاية ربع الأول على وجه التحديد، يعني كان بالنسبة للمستثمرين إكثار، وأنا من خلال قناتكم المحترمة حذرت وحكيت ليس من المنطق بأنه يكون في هناك دخول على أعلى مستويات للناسداك والداو جونز والإس أم بي تاريخيا، وبالتالي هاي الفرصة اللي قاعدة عم تصير، البول باك أو التراجع اللي قاعد عم بيصير بالأسواق، من الممكن إن جي بأنها تعد فرصة للدخول لرؤوس أموال اللي كانت إلى حد ما في عندها مغالاة بالنسبة للدخول تقريبا قبل شهر أو حتى شهر ونص، وبالتالي هاي واحدة ممكن تكون فرصة للدخول. مع أني أنا مع حتى التراجعات اللي صارت أعتقد بأنه التراجع الحاد اللي صار بدنا نأخذ فيه فترة أسبوعين ثلاثة شهر ليصير في تعافي في الأسواق، لأنه أنه اقتصاد اليابان أو مؤشر النيكاي على وجه التحديد مثلا ينزل 12% في يوم واحد، هذا حدث ضخم جدا، لن انه يمر مرور الكرام، سيكون في راح ياخذ وقت عبين ما يتم التعافي. انا من وجهه نظري دائما ابعد عن اقتبس من يو بي اس، يو بي اس حكى مقوله جدا رائعه، بنك يو بي اس، لوك بيهايند ذا ماجنيفيسنت 7، او اطلع بالنسبه للمستثمر بعيدا عن التوب 7 اللي هي انفيديا ومايكروسوفت والى اخره، دائما دور في الشركات اللي هي ممكن تحقق لك دخل أكبر، اللي هي أنا قاعد عم بحكي على شركات مثلا أعطي كأمثلة شركات مثل نيو، شركات مثل لوسيد، هاي الشركات اللي صغيرة ومن الممكن أنه يكون فيها هناك بوتنشال أكبر. تفضلي أستاذ فادي، هل نحن مقبلون على انخفاضات حادة في الأسواق حال شن إيران هجوما على إسرائيل كما متوقع؟ يعني مرة ثانية هي ليست مجاملة، ولكن كمان واحدة من أفضل النقاط اللي سمعتها من حضراتكم ومن حضرتك إنجي. ليش؟ هاي سبب من الأسباب، يعني في خلال هذا الأسبوع قد أكون أني بيّنت في شغلة نقطة حضرتك ذكرتيها، واحد من الأسباب غير مستويات مخاوف الركود وغير المستويات بأنه إحنا وصلنا لأحلى مستوى أعلى مستويات، صار في عملية جني أرباح بالنسبة للمستثمرين. الشغلة الثانية كان في مخاوف للركود. الشغله الثالثه اذا بدنا نكون واقعيين في 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 عقل كل مستثمر، في هناك مخاوف جيوسياسية بانه في اي لحظه من الممكن ان يكون في هناك تصعيد ما بين، يعني اذا ضربت ايران اسرائيل او صار في هناك تصعيد في منطقه الشرق الاوسط بكل تاكيد، فصار في عند الناس بانيك ران. البانيك ران هذا انخلق من هذول الشغلتين الاقتصاديات ومن سبب جيوسياسي، بانه العالم كله، لنكون صريحين، العالم كله يترقب بانه كيف ممكن يكون طريقه رد ايران او حتى حزب الله او اي حدا من اللي موجودين في خلال في الشرق الاوسط من المحاور في الشرق الاوسط، كيف ممكن يكون الرد على اسرائيل، وبالتالي هذا الموضوع ممكن انه اكيد موجود عند مخاوف موجوده ومخاوف اكيد صحيحه موجوده عند كل المستثمرين، وبالتالي هذا الموضوع اكيد راح يكون له تاثير اذا حدث. استاذ فادي، في المقابل الذهب لا يزال عند مستويات مرتفعه، الى اين يتجه المعدن الاصفر؟ هلا بعيدا اذا بدنا نشيل شغله واحده فقط اللي هي الريسك هذا الجيوبوليتيكال ريسك او المخاطر الجيوسياسيه اللي ممكن اللي تونا حكينا عنها، انا باعتقادي بانه ممكن يكون في هناك تريحه لاسعار الذهب ليست سلبيه. اذا بتتذكر انجي من بدايه العام انا وياك بنحكي دائما، انا كنت اعيد في نفس الجمله انه اي تراجع على اسعار الذهب هي فرصه للشراء وليست للبيع. صحيح. انا من وجهه نظري اذا حيدنا هاي
المخاطر الجيوسياسيه، فمن الممكن انه انا من وجهه نظري اشوف في هناك تراجع على اسعار الذهب الى مستويات تقريبا 2300، ومن بعدها ممكن انه يكون في هناك دخول لعمليات شراء مره اخرى. ولكن اوفر اول انا نظرتي على الذهب بانه ممكن نوصل الى مستويات ال 2800 دولار الى مستويات ال 2900. وايضا خفض الفائده سيدعم مستويات الذهب استاذ فادي، هل تؤيدني هذا الراي؟ مسعر اوريدي، خلينا نكون صريحين شوي. ماركت اولويز برايس اهيد، الاسواق دائما، هي القاعده الاولى في الافيشنت ماركت هايبوثيسيس او نظريه كفاءه الاسواق، بانه دائما الاسواق تسعر بشكل مسبق. هاي الشغلات مسعره اوريدي بشكل كامل 100% انجي بانه راح نشوف في هناك خفض. الان تاثير الخفض يعني اللي ممكن يعمله الفدرالي انه ممكن نشوفه، اكيد بكل تاكيد راح يحصل شفت بالنسبه للمستثمرين من اصول الى اصول اخرى. لذلك انا بحكي لك انجي انه حتى لو صار تراجع لمستويات الذهب لمستويات ال 2300 او حتى لمستويات ال 2250 راح تكون فرصه جديده للشراء، لاني انا اوفر اول قاعد عم بطلع على الذهب انه نشوف مستويات ال 2800 الى مستويات ال 3000 دولار. نعم، من ناحيه اخرى تشهد اسعار النفط استقرارا نوعا ما وسط ترقب الاسواق لهجوم ايراني محتمل. الى اين تتجه اسعار النفط استاذ فادي، والتي تلقي بظلالها اكيد على الاسواق العربيه سواء كانت مصدره كالخليج او مستورده كمصر؟ انا بالنسبه لي والتحليل الصحيح بيجي على البنش مارك بالنسبه لكل شيء. البنش مارك بالنسبه للاسهم هو الاس ام بي، مؤشر الاس ام بي. البنش مارك او القاعده الرئيسيه بالنسبه لاسعار النفط هو منظمة أوبيك بلس. أوبيك بلس أبقت على قراراتها، وبالتالي هذا الموضوع بينعكس إيجابياً أو حينعكس إيجابياً على أسعار النفط. أنا أرى بأنه لا خوف على أسعار النفط. التراجع اللي صار، شفنا تراجع فقط بالأمس لنكون واقعيين إنجي من مستويات الـ 72 الآن بالنسبة للخام الخفيف عند مستويات قريب الـ 75، 74.8 74.9. هذا نفس السيناريو اللي صار، يعني كلاكات مثل ما بيحكوا في الإعلام ثاني مرة من آخر مرة حدثت اللي هي من تقريبا من حوالي شهرين، بأنه شفنا انخفاض حاد على أسعار النفط، رجع تعوضته من مستويات ال 72، رجعنا يعني نتوقع أستاذ فادي مستوى ال 100 دولار للبرميل أصبح بعيدا أو شبه مستحيل؟ لا لا، انا ارى بانه العوده اعلى مستويات ال 85 دولار هي الاقرب بالنسبه لإلي. واذا بدنا نيجي نحكي انجي على مستويات ال 85 دولار لمستويات ال 100 دولار بشكل فني، نحكي شغله صغيره هون، بانه تجاوز بشكل عام النفط انا بالنسبه لإلي تجاوز مستويات ال 87 88 دولار، اكيد بكل تاكيد بتفتح الباب بانه نشوف في هناك زياره اخرى لمستويات ال 100 دولار. فهل انه هذا الموضوع مستبعد؟ لا ارى انه مستبعد. بالنسبه لإلي النظره ايجابيه على اسعار النفط اكثر ما انه هي سلبيه. استاذ فادي، يعني مع كل هذه التوترات الجيوسياسيه نشهد تراجعات للنفط، يعني لماذا مع كل هذه التوترات الجيوسياسيه اللي بتشهدها المنطقه؟ لانه انجي التراجعات اللي صارت كانت مسبب، يعني النفط راح على واحد من او كان تحت ضغط من واحد من اسباب المخاوف. النفط ليش نزل؟ لانه في الركود انجي، وعشان نشرح برضه بطريقتك المعتاد اللي انا بحبها انجي بالنسبه للمستمعين، اللي هي شغله شو؟ انه نشرح بطريقه مبسطه. في خلال الركود، لانه صار يوم الجمعه بناء على البيانات صار في مخاوف ركود في الاقتصاد كله بشكل عام، اسعار الاسهم بتنزل واسعار النفط بتنزل. ليش اسعار النفط بتنزل؟ لانه في حاله الركود يخفض الطلب، وهي المعيارين بالنسبه لاسعار النفط هي الطلب والعرض، demand and supply. فاذا في واحد فيهم انكسر فاكيد اسعار النفط بتتراجع. الان ليش عملت ريكفري اسعار النفط؟ لانه بلشت مخاوف الركود تخف شوي، مش تخف، صار في استيعاب لهذا الموضوع، تم تسعير هذا الموضوع، وبالتالي مش تسعيره بشكل كامل، خلينا نكون منطقيين، او لكن تم تسعير وامتصاص الصدمه بالنسبه للاسواق بانه في مساله او في سيناريو انه نروح لمع عمليه ركود. ولكن اوفر اول هذا التاثير اللي صار. هلا اذا بلشت الامور هاي تروح تدريجيا بالنسبه لمخاوف الركود، اكيد بكل تاكيد ممكن نشوف اسعار النفط ترجع يعني اعلى مستويات ال 80 دولار. استاذ فادي، بشكر حضرتك على شرحك المبسط لغير المختصين بصوره بسيطه جدا كما معتاده من حضرتك. يعني بشكر استاذ فادي رياض، كبير استراتيجي للاسواق في مونيتا ماركتس، على مشاركته معنا في حلقه اليوم. كل الاحترام، شكرا لك. شكرا.